وأما في الإسلام فلا يلزم أن يكون الحاكم عالما شرعيا، المهم أن يكون ملتزما بأحكام القانون الإسلامي. إذا طبق أحكام القانون الإسلامي هذا الذي يعني يطلب منه فقط، لا يشترط أن يكون من العلماء. وبالتالي فليس لأحد أن يشرع ولا أن يأمر ولا أن يطاع إلا إذا أمر بما أمر الله تعالى به أو بما يعني قضى الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن القاعدة عندنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه جاء بها الأحاديث، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى يقول يعني وإن جاهداك في الواردين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالطاعة لا تكون إلا لله، حتى لو أن أبوك أراد أن يأمرك بشيء بمعصية الله سبحانه وتعالى، ليس الشرك فقط، ولكن لو قال لك اقتل فلان أو لا تصلي أو لا تعمل أو لا تزكي فلا تطعه، لا طاعة لأنك لمخلوق أنت ووالدك نعم. أمام الله تعالى في هذه القضايا سواء، وبالتالي الحاكم لا يطاع إلا إذا أمر بالطاعة، إذا أمر يعني إما بما أمر الله تعالى به نصا وإما حملا على النص وإما ما يحقق المصلحة المعتبرة للأمة. فالحاكم ينصب ليطاع في أبواب المصالح وفي أبواب المنصوص من الشارع الحكيم. نعم. ما عدا ذلك لا. دكتور، لو أن الحاكم أراد أن يحل الخمور فلا يطاع، لو أنه أراد أن يحل يعني السفور فلا يطاع، أو يحل الربا فلا يطاع، لأن هذه كلها معاصي الله سبحانه وتعالى. لا يطاع فيه. نعم.